محمد وسام سنكري، العمر 25 سنة، لاجئ سوري وكان مهووس بالشعر كتير. لاقوه هون بعد يومين من اختفائه باسطنبول بتاريخ 23 تموز، راسه مقطوع وجسمه مشوه لدرجة انه كان صعب التعرف عليه. خطفوا مجموعة من الرجال قبل يومين من منطقة أكسراي، وهنيك انشاف لآخر مرة. رفقاته يلي راحوا ليتعرفوا عليه ما قدروا يعرفوا إلا من تيابه اللي كان لابسها. وسام كان ابن عائلة فقيرة، خلق وربي المناطق الشعبية بالشام. إجا من 3 سنين على تركيا. أول شي راح لعند أهله مدينة غازي عنتاب. بهي المدينة في عدد كبير من اللاجئين السوريين بتركيا، بس لأنه ما خبى كونه شاب مثلي الجنس تعرض لمضايقات كتير، ولهيك ترك المدينة وانتقل لإسطنبول. وهنيك لقى شغل بمعمل لتصنيع صناديق كرتون. وسام ما قدر يخلص تعليمه بشكل نظامي، بس كان عنده حب وشغف كبير للشعر، وكان عامل صفحة على الفيسبوك اسمها الشعر هدفي. وقبل ما ينخطف وبتاريخ 1 نيسان نشر وسام آخر بوست على صفحته، كان كاتب فيه: دفنت قلبي في مقبرة أطلقت عليها مقبرة النسيان.